هلا بدنا نكمل الـ problem example 5.1. حكينا طبعا عن المولاريتي وحكينا عن الـ atomic weight. هلا بدنا نستخدمهم في هذا الاكزامبل. بحكي لنا انه in chapter 1 some data were given as to global energy usage. Assume that fossil fuel burning accounts for an energy use of 300 quadrillion kilojoule per year. Also assume that all fossil fuels can be represented by the formula C3H5 with an energy content of 40,000 kilojoule per kilogram. Finally, assume that air is 79% N2 and 21% O2 and has a molecular weight of 29 kilogram per kilomole. بحكي لنا إنه في عنا energy in one year قيمته طبعاً هذا energy from burning fuel من one year بيطلع عنا energy قيمتها 300 quadrillion kilojoule per year. وبحكي لنا إنه في ال one kilogram من fuel بيطلع عنا energy content قيمتها 40,000 كيلوجول بير كيلوغرام. وبيحكي لنا انه الاير يعني الهواء العادي بيحتوي على 79% منه N2 و 21% منه O2. هلا المولكيولر ويت للاير 29 كيلوغرام بير كيلو مول. استيميت the annual release of CO2 to the atmosphere by burning fossil fuels in kilogram per year. بده يعني اطلع كمية الـ annual release، كمية الـ CO2 اللي بتنبعث للاتموسفير من احتراق الفوسيل فيول بالكيلوغرام لكل سنة. يعني بدي اطلع وزن الـ CO2 بالكيلوغرام خلال السنة اللي بيصير له عملية emissions من الـ burning fuels. بي طالب مني if all that CO2 were excess estimate the increase in the atmospheric concentration in part per million by volume. Assume the atmosphere contains 5 × 10^18 kilogram of air. إذا كانت كمية الـ CO2 الناتجة من انبعاثات الاحتراق الفوسيل فيول بيرنينج was all of it excess، كل الكمية اللي بتنبعث هي زائدة على الغلاف الجوي، فبيحكي لنا إنه أوجد the increase in atmospheric concentration، بدنا نوجد ازدياد أو كمية ازدياد الـ CO2 في الـ air، يعني نسبة غاز الـ CO2 لكمية الهواء الموجودة بالـ part per million إذا كان الـ atmosphere بيحتوي على 5 × 10^18 كيلوغرام من الهواء. هلأ أنا حليت لكم إياه على الدفتر، نشوف مع بعض شو السؤال وشو المطلوب منه. اولا بده ياني estimate the annual release of CO2 to the atmosphere by burning fossil fuel in kilogram per year. بدي اوجد كمية انبعاث CO2 في الغلاف الجوي من احتراق الوقود، يعني من احتراق 1 كيلوغرام من الوقود. طيب، او من كمية الوقود اللي موجودة في الاتموسفير، مش من 1 كيلوغرام من الوقود، يعني من احتراق الوقود خلال السنة كم بيزيد الـ CO2 في الاتموسفير. اول اشي حكينا انه الانرجي in one year قيمتها 300 × 10^15 كيلوجول لكل year. كمية الانرجي الصادرة من احتراق الوقود خلال السنة قيمتها 300 × 10^15 كيلوغرام في السنة. وبيحكي لنا انه كمية الانرجي من 1 كيلوغرام من الـ CO2 هي 40,000 كيلوجول لكل كيلوغرام. هلأ من كمية الانرجي الكلية في العام
ومن كمية الانرجي الصادرة من الواحد كيلوغرام بقدر أوجد كمية الفوسيل فيول اللي موجودة خلال هاي السنة. فبحكي إنه the mass of fossil fuel per year بقسم الانرجي في 1 year على الانرجي من 1 كيلوغرام، يعني بقسم 300 في 10 قوة 15 على 40,000 بيطلع معي 7.5 في 10 قوة 12 كيلوغرام بالسنة. يعني كمية استهلاك الفوسيل فيول خلال سنة واحدة في هاي المنطقة قيمتها 7.5 في 10 قوة 12 كيلوغرام. هلأ بدي أطلع المولكولار ويت للفيولز. أعطاني المركب C3H5، بوجد المولكولار ويت في أني بضرب الأتوميك ويت لكل مركب اللي هي الكربون 12 ضرب 3 زائد الهيدروجين 5 ضرب 1 بطلع معي 41 جرام بير مول. طيب المولكولار ويت للكربون اللي هو موجود في هذا المركب الكربون 12 ضرب 3 36، كم نسبة الكربون من الفوسيل فيول بقسم 36 على 41 بطلع معي 0.876. طيب هلأ أنا أوجدت كمية الفوسيل فيول اللي هو C3H5 طلع معي 7.5. لو بدي أطلع كمية الكربون من كمية الفوسيل فيول بأخذ النسبة اللي أنا أوجدتها وبضربها في كمية الفوسيل فيول بطلع معي كمية الكربون. فبضرب 7.5 في 10 قوة 12 ضرب 0.878 بطلع معي 6.58 ضرب 10 قوة 12 كيلوغرام بالسنة. يعني أنا في عندي كمية الكربون اللي بتنبعث من الوقود قيمتها 6.58 ضرب 10 قوة 12 كيلوغرام بالسنة. لو نيجي مثل ما أخذنا في المحاضرة الماضية أخذنا مثال، كان عندي مركب CO2 اللي هو بتكون من تفاعل reaction between one atom من الكربون مع two parts من O2، جزيئين من O2 مع ذرة كربون بيعطيني CO2. لو نيجي نشوف المعاملات بحكي إنه 1 مول من الكربون بيعطيني 1 مول من CO2. إذا عدد مولات الكربون مساوي لعدد مولات CO2. فبالتالي أنا طلعت الماس للكربون كانت قيمته 6.58 في 10 قوة 12 كيلوغرام لكل سنة. فباجي بدي أطلع عدد مولات CO2 اللي هي عدد مولات CO2 produced by year بتساوي حكينا عد number of moles بساوي الماس على المولكولار ويت. بدي أطلع number of moles للCO2 اللي هي تساوي number of moles للكربون. طب كم number of moles للكربون اللي هي الماس للكربون على المولكولار ويت للكربون؟ طب الماس للكربون طلع معي 6.58 ضرب 10 قوة 12 على المولكولار ويت للكربون 12 جرام بير مول. فبالتالي عدد مولات الكربون رح تساوي 5.49 ضرب 10 قوة 11 كيلو مول بير، لأنه هون أنا عم بعوض كيلو جرام بير على جرام بير مول، بروح الجرام مع الجرام بضل عندي كيلو مول بير. عدد مولات الكربون مساوي لعدد مولات CO2 لأنه المعاملات واحدة، فبالتالي number of moles للCO2 بتساوي 5.49 في 10 قوة 11 كيلو مول. هلأ الماس للCO2 لو بدي أطلع كتلة CO2 شو بعمل؟ بضرب number of mole للCO2 ضرب المولكولار ويت للCO2 وبتساوي number of mole 5.49 ضرب 10 قوة 11 كيلو مول بير يير على المولكولار ويت للCO2 اللي هو 44، بطلع معي الماس of CO2 2.41 في 10 قوة 13 كيلو جرام بير يير. هيك أنا بكون طلعت كمية الكربون المنبعثة من كمية طاقة قيمتها 40,000 كيلو جول بير، طبعا من 1 كيلو جرام من الكربون. طيب
بالنسبة لبي بحكي لي if all that CO2 were excess، إذا كانت كل كمية CO2 هاي المنبعثة كلياتها excess في الأتموسفير، estimate the increase in atmospheric concentration، بدنا نشوف الارتفاع في التركيز بالبارت بير مليون إذا كان عندنا الأتموسفير بيحتوي على 5×10^18 كيلوغرام of air، هذا الماس of air. هلا المولكيولر ويت اوف اير اعطاني اياها في السؤال 29 كيلوغرام لكل كيلو مول. طبعا بدي اطلع النمبر اوف مولز للاير اللي هي الماس على المولكيولر ويت. الماس 29 او عفوا الماس لا الويت هيو 5×10^18 كيلوغرام على المولكيولر ويت اعطاني 29 كيلوغرام لكل كيلو مول، فبطلع معي النمبر اوف مول بروح الكيلوغرام مع الكيلوغرام والكيلو مول بتطلع فوق وبقسم بطلع معي النمبر اوف مول 1.72×10^17 كيلو مول. حكينا البارت بير مليون 1 مايكرومول من الغاز على 1 مول من الاير، طيب يعني عدد المولات من الغاز بالمايكرو على عدد مولات الهواء. عدد مولات الغاز بالمايكرو اللي هي 1.72×10^17 وبدي أحولها من مول لمايكرو مول فبضرب ضرب 10^6. هلأ هون أنا رح أخليها بالكيلو مول لأنه عدد مولات الأير برضو بالكيلو مول، فبيروح الكيلو مول مع الكيلو مول بيروح الكيلو مع الكيلو، أو بدك تضرب اللي فوق في 10^3 عشان تحولها لمول وتحت في 10^3 عشان تحولها لمول بيروحوا مع بعض. تمام، نمبر اوف مول للغاز ان مايكرو 1.72×10^17 ضرب هذا للاير. عدد مولات السي او 2 وينها هيها 5.49×10^11 هذا النمبر اوف مول للسي او 2 5.49×10^11 بضربها في 10^6 عشان احولها لمايكرو، بعدين بقسم على عدد مولات الاير اللي هي 1.72×10^17. طبعا عندي انا هون النمبر اوف مول للسي او 2 بالكيلو مول والنمبر اوف مول للاير بالكيلو مول، يا اما بتحولها لمول تضرب في 10^3 وهون في 10^3 بيروحوا مع بعض، او بما انه هاي كيلو وهاي كيلو خليها بهذا الشكل بس حول لمايكرو انه بنضرب في 10^6، بيطلع معي الكونسنتريشن ان بارت بير مليون بيساوي 3.2، هذا الانكريزنج ان كونسنتريشن اوف سي او 2 زاد بنسبه 3.2 بارت بير مليون بارت اوف اير. طبعا بالنسبة للمثال السابق هو بيعطيني مؤشر لعملية احتراق CO2 أو منسوب أو الconcentration للCO2 في الأتموسفير. طبعا هذا المثال هو مثال بسيط، التوازن لمركب CO2 في الغلاف الجوي هو much more complicated من هذا الإكزامبل. في عنا many sources of CO2، مصادر بتأدي لـ emission of CO2 في الأتموسفير اللي هي human and animal respiration، تنفس الكائنات الحية الإنسان والحيوانات، أيضا burning of trees and brush، احتراق الأغصان والغابات، with dissolution of CO2 from ocean water، عملية تحلل CO2 من مياه المحيطات، والvolcanic eruptions، عملية ثوران البراكين، والbiodegradation of organic matter، تحلل الكائنات الحية. طيب هاي بالنسبة لـ emissions of CO2 أو sources of CO2. هلا بدنا نحكي عن sinks for CO2، يعني وين بتتم عملية استهلاك CO2، يعني كيف احنا بنستهلك CO2 اللي موجود في الأتموسفير. أول عملية وأهمها هي photosynthesis، عملية البناء الضوئي، وعملية dissolution of CO2 into ocean water، برجع CO2 بيذوب في مياه المحيطات، والmineralization into carbonates، عملية المعدنة لمركبات الكربونات، وأيضا بتم عملية storage in living or dead organic matter، تم عملية تخزين للCO2 في الكائنات الحية أو الكائنات الميتة.
طبعا بيحكي لنا انه all the sources and sinks are interconnected. طبعا انبعاثات CO2 واستهلاك CO2 بسميها sources and sinks، هي عملية مترابطة. طبعا هي non-linear ways، يعني بطرق مش خطية، ولكن اهم دراسة تم استنتاجها انه increase of atmospheric CO2 as shown in figure 5.1، مثل ما شفنا بالفيجر 5.1 بحكي لنا انه عملية increasing لل CO2 emissions في الاتموسفير خلال الفترة الزمنية من 1950 ل 2000. هاي الدراسة بينت لنا انه عملية emissions لل CO2 عم تزداد بشكل هائل في الغلاف الجوي. طبعا هلا كيف احنا قمنا باستنتاج انه CO2 تركيزه عم بيزيد في الاتموسفير؟ في اشي اسمه الـ انا بدرس بعمل عملية analyzing للغازز من الـ old ice cores، من نوع الجليد القديمة. هلا احنا بنعرف في عنا اماكن مثلا القطب المتجمد او مثلا روسيا او في اماكن في امريكا فيها مناطق بتكون الجليد فيها يعني متمركز، فانا باجي بدرس نوع الجليد اللي موجودة في هاي المناطق بسميها الـ old ice cores، نوع الجليد القديمة. The old ice cores indicates that the carbon dioxide content of the atmosphere have varied between about 190 and 290 parts per million for the last 160,000 years. خلال دراسة محتوى الغازات في الـ old ice cores that indicates إنه الكربون دايوكسيد مركب ثاني أكسيد الكربون اللي موجود في هذا الجليد قبل 160 ألف سنة كانت نسبة الكربون دايوكسيد 190 بارت بير مليون، ولكن حاليا لما درسوا الغاز الذائب في الأولد آيس كورز كان معاهم محتوى الكربون دايوكسيد كونتنت 290 بارت بير مليون. طبعا بحكي لنا انه خلال 10,000 years، خلال 10,000 سنة كان الكربون دايوكسيد كونتنت في الأولد آيس كورز بتراوح بتوين 260 ل 290 بارت بير مليون. طبعا لو نيجي نحكي قبل 160 ألف سنة كان 190 بارت بير مليون، ولكن حاليا بعد 160 ألف سنة 290 بارت بير مليون. طبعا بحكي لنا انه خلال الاناليسز of the ice cores gases and carbon isotope ratios، لما درسوا العلاقة ما بين محتوى الغازات في الايس كور توصلوا انه في عنا strong correlation between low CO2 levels and ice ages. لما كان عنا منسوب CO2 منخفض كنا في فترة تكون الجليد اللي هي الايس ايجز، ولكن هلا في فتره الهاي سي او 2 ليفلز صار عندنا وارمر انتجليسيرز بيريود، صار في عندنا فتره ادفى، بطل الجليد يتكون وصار في عندنا في مرحله ذوبان للجليد. طبعا حكينا انه الكربون دايوكسيد كونتنت was about 280 parts per million في عام 1750 وازداد ل 315 parts per million في عام 1958. طبعا الان هو أكثر من 365 بارت بير مليون. طبعا التشينج من عام 1958 للبريزنت هو حوالي 16% في 40 عام، وهذا يعتبر enormous change over a tiny interval of time، يعني خلال فترة زمنية قصيرة ازداد الكربون كونتنت ل 16%.
طبعا هذا الاشي لما يزداد الكربون دايوكسيد كونتنت في الاتموسفير بيؤدي ل جرين هاوس افكت. هلا الجرين هاوس افكت هو مش بس جنتل وورمينج اوف ذا ايرث از ذا نيم مايت امبلاي. الجرين هاوس افكت بيؤدي الى بيؤدي للاتموسفيريك هيت كونتنت انكريز، بيؤدي لازدياد حراره الغلاف الجوي، فبالتالي بصير في عنا انفيتابل ذات ويذر اند كلايمت ويل تشينج، بصير في عنا اختلاف في درجات الحراره وفي المناخ وفي الطقس، وبالتالي شو رح ياثر الجرين هاوس افكتس للمجتمع البشري. بحكي لنا عن الجرين هاوس افكت ان رينفول باترنز ويل تشينج، رح يختلف معانا منحنيات مياه الامطار، ورح يصير في عنا هيريكانز may become more frequent and more severe، رح يصير في عنا اعاصير متكرره واضرارها عاليه، ورح يصير في عنا crop growing regions may shift northward، رح يصير في عنا اختلاف في زراعة المحاصيل. بتعرفوا في للمحاصيل فترات، مثلا خلال الشتاء خلال الربيع بتصير الحصاد. هلا من خلال الجرين هاوس افكت رح يصير في عنا شيفتنج في الكروب جروينج ريجنز، وايضا رح يصير في عنا بلانت اند انيمال هابيتاتس مي بي افكتد، البيئات او بيئة الحيوانات وبيئة النباتات والحشرات رح تختلف، ورح يصير في عنا سي ليفل ويل انكريز، رح يرتفع منسوب مياه الابحار او البحار. طبعا هلا في توقعات prediction of an average warming of 1 to 2 celsius degrees within 50 years، في عنا توقع بارتفاع درجة الحرارة من درجة لدرجتين خلال 50 سنة القادمة. طبعا هذا الارتفاع يمكن احنا ما يكون واضح عنا، ولكن بدنا نعرف انه الافرج للتمبريتشر خلال الايس ايجز كانت بتتراوح ما بين 7 لـ 9 درجات اقل من الفترة الحالية. طبعا كان في جدل انه هل اختلاف السي او 2 رح يؤدي الى الجلوبال كلايمت تشينج او الجلوبال تمبريتشر تشينج، ولكن خلال الدراسات تم استنتاج انه فعلا الارتفاع منسوب السي او 2 رح يؤدي الى جلوبال كلايمت تشينج. وهلا هو خلال الدراسه بنلاحظ انه ارتفاع السي او 2 هو يعني ون فاكتور، هذا الفاكتور على الاتموسفير ما رح يبين اثره الا خلال فتره زمنيه مرتفعه، مثل ما احنا هلا شايفين عم بذوب الثلج، عم المحاصيل عم تختلف، الرينفول عم يختلف. هذا كلياته قام بدراسته عالم سويدش كيمست اسمه سفينت أريهينيوس. سفينت أريهينيوس هذا العالم قبل 100 years ago قام بدراسة الـ CO2 content في الأتموسفير، وبيحكي لنا إنه the earth is a massive system, it changes are slow and are not well understood. الاختلافات خلال الكرة الأرضية ما رح تكون ظاهرة أو ملموسة. وال effects of a change in one parameter are masked and counteracted by hundreds of other factors. بيحكي لنا إنه الاختلاف في عامل واحد رح يكون مغطى بمئات العوامل، فما رح يبين أثره. ولكن one common measure is the average global temperature. في عنا دراسة أو العلاقة اللي من خلالها بدرس تأثير الـ CO2 هي global temperature أو الـ average global temperature اللي هي AGT، من خلالها بشوف increasing in temperature زادت خلال بـ around 7 to 9 celsius degrees الـ AGT، وهاي بتأشر ل يعني سببها هو الـ CO2. آخر
اخر شيء بالجلوبال كلايمت تشينج بدنا نحكي عن المنحنى اللي بدرس ارتفاع التمبريتشر خلال عام 1880 ل 2000. بنلاحظ انه المنحنى نويزي اريتك يعني غريب الاطوار وفيه اتجاهات متقاطعه كونكلوسيف ترندز، هذا بخليه ديفيكلت اني اعمل له انالايزنج. فبالتالي بعض العلماء كانوا في عمليه انتربشن انه هل الجلوبال كلايمت تشينج هو ريل كونسيرن او لا، فصار في عندنا ارجيومنتس على الفاليديتي اوف جلوبال كلايمت تشينج. ولكن الاشي المؤكد والمدروس انه في علاقه بتربط ما بين كل ما زاد السي او 2 رح يصير في عنا global climate change. هلا ال concentration value لا CO2 بيتراوح أو ممكن إنه هلا بيتراوح 365 parts per million. بيحكي لنا إنه في القرن الجاي القادم in the next century رح يصير في توقعات إنه يصير الكربون ديوكسيد كونتنت 600 بارت بير مليون. متخيلين هلا هو 365، في العصر الجاي او في القرن الجاي رح يصير 600 بارت بير مليون. طبعا في عنا consequences رح تصير على هذا الاشي مثل ما حكينا الـ altered rainfall patterns والـ crop growing regions، وفي عنا severe tropical storms ورح يصير عنا increased insects and bacterial infection، رح يصير في عنا أمراض بكتيرية ورح يصير في عنا حشرات زيادة ورح يصير في عنا مستوى سطح البحر طبعا رح يزداد بسبب melting of snow و flooding in low-lying coastal areas، رح يصير في عنا فيضانات بسبب ارتفاع منسوب البحار. إذا بدكم تدرسوا أكثر عن global climate change والإفكتس إله والإفكتس على ارتفاع منسوب CO2، بنقدر ندخل على الويب سايت www.climate.org or www.ncde.org.